كما وحذرت وزارة الزراعة من خطورة ارتفاع درجات الحرارة على الثروة الحيوانية وقطاع النحل خلال الموجة الحارة. وأوضحت الوزارة أن الإجهاد قد يصيب الأغنام والأبقار بشكل مباشر عند الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، داعية مربي المواشي إلى توفير المظلات للحيوانات والمياه بكميات وفيرة مع زيادة عدد المشارب. وزارة الصحة حذرت كذلك من المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع درجات الحرارة والإصابة بضربة الشمس، خاصة كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة أن ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس مع بذل جهد جسماني يؤدي إلى فقدان كمية كبيرة من الماء والأملاح التي قد تؤدي إلى الإصابة بالجفاف. وينضم إلينا الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرع. أهلا بك سيد حاتم. بداية، ما هي الأعراض التي قد تشير إلى إصابة أحدهم بأمراض قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة؟ أهلا أستاذ عبد الله. الواقع هناك أعراض عامة يمكن أن تشير إلى إصابة الشخص بضربة الشمس: احمرار الجلد، جفاف الجلد وسخونته، التعب والإرهاق، ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة، أيضا ربما يكون هناك تسارع في ضربات القلب وإحساس بالدوخة. نعم. هذه هي الأعراض العامة التي يمكن أن يستدل منها. ما هي النصائح التي تقدمها في الوزارة وخصوصا للعاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل في البيئة الخارجية وفي هذه الموجة الحارة وخلال ساعات الصيام؟ نعم، الواقع هم هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس. هؤلاء ينصحون بالإكثار من شرب الماء والسوائل، عدم التجمع في أماكن قليلة التهوية، ربما أيضا تجنب التعرض والسير تحت أشعة الشمس المباشرة لمسافات طويلة، ملازمة الظل، البقاء في الظل قدر الإمكان، استخدام المظلة أو بمعنى آخر الشمسية، الملابس، ارتداء الملابس المصنوعة من القطن والفضفاضة، هذه أيضا مهمة، وكذلك الراحة عند الإحساس والشعور بالتعب والاستلقاء في الظل ما أمكن. هل هناك حرارة معينة يبدأ جسم الصائم بالتأثر سلبا عند الإحساس بها في هذا المرتفع القادم؟ هو نعم، ارتفاع درجة الحرارة ربما فوق 40 درجة، وارتفاع درجة حرارة الجسم أيضا إلى هذا المستوى من درجة الحرارة، هنا تصبح هناك خطورة من الإصابة بضربة الشمس. خلال هذه الكتلة الهوائية الحارة، هل تم تسجيل أي إصابات أو هل وردت أي حالات لمراكز الصحية التابعة أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة خلال الموجة الحارة التي تشهدها المملكة؟ هل وردت أي إصابات فيها؟ الواقع يعني حتى هذه اللحظة لم تبلغ الوزارة عن وجود إصابات ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. حاتم الأزرع الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.